طارق كيال كان عندك تعقيب والله تعليق انا عمد. انا اتكلم عن السياره شويه اي المشهد الاتحادي اي المشهد الاتحادي الاتحاد يعني شوفوا مشكله السياره آه السنه الاولى كان ناجح معهم السنه تقريبا آه هي مشكلته بعد ما جاء العام الماضي العام الماضي لما جاء وهو اعتقد ان هو انقذ الاتحاد من الهبوط اعتقد وهذا صار اصبح حتى في لغته وفي كلامه وفي في مناقشاته مقتنع فيها مقتنع فيها انه هو ولو هو جاء ولا غيره الاتحاد ما كان يهبط بالعناصر الموجوده هذه وجهه نظري اصبح لغته اصبح حطت شروط ونجيب يجيب اللعيبه في جيابته للعيبة هذه هي المشكله اللي نحن دائما نقع فيها في جميع الانديه وليس في الاتحاد فقط انه تترك المدرب يجيب اللاعب يجيب اللاعب اذا نجح خير وبركه لكن اللاعب اذا ما نجح هيفرضه وحيحاول ينجحوا طالما هو اللي جابه على حساب لاعبين اخرين، يعني ابدا عمليه الحرب هنا تصير انه قاتل ويحارب انه ينجح اللاعب اللي هو اختاره عشان يثبت انه هو اللاعب اللي اختاره م. هذا هو اللاعب اللي ينجح الفريق، فابدا تصير المشاحنات الداخليه بين اللاعبة وبين الاداره وبين الجماهير ويصبح النادي كله تحت ضغط. فاصبح آه سيارة بعد بلغه الكبرياء صار آه او يعني ينظر الى هو الوحيد الفاهم في نادي الاتحاد. وهذه بدايه الهاويه. حارب بعض اللعيبه بسبب انه يبغى يفرض لعيبه اخرين اللي هو ده. نحن في وجهه نظري الانديه تناقش المدرب المدرب الفريق وتقول له تعال يا حبيبي اعطيني احتياجاتك. انت اختار ابغى باك ابغى وسط ابغى ذا بمواصفات معينه ويترك لاداره النادي تختار اللاعب ليس يكون هو له دخل او علاقه او صحوبيه بينه وبين اللاعب اللي بيأتيه عشان لا يصير مجاملته ولا يفرضه على اداء الفريق ويحرم لاعب يكون حق منه فيترك هذا المجال حتى في استغناء عنه لو لو ما نجح الاداره جابت اللاعب ولم ينجح ما يكون هناك ضغوط مع المدرب م. او المدرب يصير بينه وبين الاداره احتكاك لا يمشي لا ما يمشي لا هذا مشوا ذا خلوا ده هذه خلو هي النقاط اللي سافر. انت الاتحاد. لو رئيس الاتحاد الحين كيف تتعامل مع المرحله هذه؟ انا اعتبر كرت السياره انحرق ده انحرق انحرق ليش؟ ما هو فنية أي لو لا لو حن حن لا حنالي حنالي انا اتكلم انت انجح في نادي الان انا اتكلم العلاقه الان ما في ود لا بين المدرج ولا بين المدرب ولا بين الإدارة، مم. فلازم يكون هناك قرار صارم، إجانية. صارم يعدل الوضع، العاطفة تخرج ويصير إدارة إدارة أزمات، وحكاية إدارة, إدارة أزمة أنت لا تخش لأنك لو خشيت في العاصفة صعب يعني تطلع صار. منها أنت أضرب وأطلع مم. من العاصفة وحل المشكلة قبل ما تخش. في العاصفه اذا خشيت في العاصفه ضربت اللعيبه ضربت الاداره ضربت الجمهور ضربت كلهم حيقولوا في عاصفه يفقدون السيطره عليها ويخشوا في 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 انحدار عايز لهم عد يا منقذ يا يعني يحتاج لهم مبالغ يحتاج لهم تغيير شامل وتكون مكلفه فانا الان في هذا علاج لهذه الدارة. حتى لو كنت ظروفك سيئه غير المدرب لانه العلاقه طيب. انتهت. محمد الشيخ اعتقد انه الواقع في نادي الاتحاد هو مساله عدم رضا بما يعيشه النادي اليوم، بمعنى هل الاتحاديين يبحثون عن اتحاد يحقق بطوله دوري أو أنهم يبحثون عن اتح... ات... اتحاد يليق بالقيمة الاتحادية اليوم لا هم يبغى يرجعوا ناديهم رضي... زي ما كان واحد من أركان كرة القدم السعودية ودائما موجود يا في نهاية الدوري يا نهاية الكاس جميل هذا أكيد هذا هم يبحثون جميل عن هذا وهذا كلنا جميل وهذا كلنا نبيه الآن أنا استشفيت من كلام حامد البلوي شغلة جميلة ومنطقية وواقعية وهذه لو لو يفكر فيها الاتحاديين بهدوء حيوصلون نتائج سواء باستمرار السياره او عدم استمرار السياره تعديل وضع اللاعبين الاجانب، وهي قال انه احنا نملك لاعبين محليين جيدين ولكن ليسوا افضل من الهلال وليسوا افضل من الاهلي وتجاوز النصر مع ان هذه فيها وجهه نظر ولكن خليني اتفق معه. اذا يفترض انه التارجت المرسوم سواء من الاداره او ما يتوافق عليه الجمهور الواعي تجاه النادي، ان احنا اليوم واقعا لو عندنا اجانب ايضا مميزين ومدرب جيد ننافس ما بين الثالث الى الخامس وعلى ضوءه نبدا الموسم الجديد بشكل لو الثاني بشكل افضل ثم الموسم الثالث نرجع الاتحاد اللي لا يجي ينافس الهلال ويجي ينافس النصر وبالتالي الان اليوم يجب على انمار مع الاتحاديين انه هذا الموسم اقتطعنا منه فترة من الفوضى فترة من الارتباك ولكن أيضا الاتحاد الاتحاديين ما يرضاهم شيء يعني فازوا على الشباب بعد أزمتهم الأولى وفازوا على التعاون طيب أنا أمامي ثلاث مباريات بواقع هذا الفريق لا بد أتعثر يعني إما بالتعادل إما بهزيمة جاء التعادل أو الهزيمة مع الهزيمة جاءت مع الحزم رجعوا لنقطة الصفر بالتالي يجب أن يتعايشون الاتحاديين مع التارجت اللي يفترض مرسوم، احنا من الثالث الى الخامس، هذا الشغل يحتاج الى سواء استمر سياره او لم يستمر، يحتاج الى الشتويه، بالفعل اجانب الفريق هذول لا لا ما يجيبون لا ثالث ولا رابع ولا خامس، ممكن يجيبون سادس الى سابع وهذه مصيبه يعني في الاتحاد اليوم، لكن ايضا اللاعبين المحليين ذول استقطابات جديده خلال الفتره الراهنه يحتاجون انسجام م. اكبر، يحتاجون م. شغل مع مدرب اكثر، م. يحتاجون عمل واو. وبالتالي انا اقول ضعوا أهداف صحيحة واصبروا على هذه الأهداف واستقطابات مثالية لتحقيق أهدافكم واصبروا على فريق بطل اصبروا no, no.